خليك علاقه بمحمود يا فهمي. كل الناس بتحبك. عاشور ربنا يسلمك ويطولك بعمرك ويصبر العيله كلها. كنت متواصل مع محمود يا مدى في علاقه مع محمود الله يرحمه، انسان يعني كل الناس كانت تحبه وتعشقه، كان طيب وبيحب كل الناس وبيحب لهم الخير، ف حساب عند الله كده في ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. عاشور النور النور. دي صدمة كبيرة للأمير، يعني احنا عارفين مين محمود في حياة منير. قولي ربنا يقويك، ربنا يقويك وربنا ان شاء الله الأبيض ده بإذن الله تعالى ان شاء الله بإذن الله، يعني مفيش حاجة تتقال غير ان احنا كلنا واقفين جنب بعض. هي مصر كلها على فكرة بقعة مش كبيرة، صغيرة. المهندسين بيواسوا بعض، والفنانين بيواسوا بعض، والمدرسين وحتى عمال النظافة بيواسوا بعض. احنا كلنا لازم نبقى لحمة مع بعض. شفتوا العزة ازاي كان مليان؟ وعلى فكرة في اي مكان هتلاقوه كده، وانا بلاقي نفسي عندي وقت ومش مسافرة لازم اكون متواجدة من اوائل الناس، وربنا يرحمنا جميعا يا رب. طبعا انا بعز الاستاذ محمد منير، بقول له البقاء لله في عم محمود، ويا رب يصبره ويصبر اهله جميعا يا رب. البقاء لله. يعني حبيت اقول ايه لمنير؟ محمد منير غير انه فنان عظيم ونحن ربينا على اعماله العظيمه، هو صديق عزيز جدا. بقول له العمر لك فقدان شخص قريب بهذا الشكل كثير صعب. صديق ومدير اعمال وجوز اخته، يعني من كل النواحي صعب كثير. بقول له الله يصبره ويعطيك الصحه ويطول بعمرك وتتخفنا دائما باعمالك العظيمه، ويا رب يكون حاكم في الاحزان بقاء لله يا رب. صوره ليه من الجنازه انتشرت كثير على السوشيال ميديا، صعب قوي، مكان صعب قوي. يعني اي حد يفقد حد عزيز عليه كده يعني اكيد بتاثر على حياته كلها، مش بس النهارده هذا الحزن بتاعه اكثر واعمق من الصوره برضه اللي احنا شفناها. الصوره كلها